شوي شوي، واحدين واحدين واحدين. ايوه كيف تقولوا هيا بنا بالشركسية؟ فيناكوا 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 فيناكوا. يلا ابوي فيناكوا نروح نحضر حصة شي لغة شركسية. الكالندر باللغة الشركسية. عن كيف انا اقرا؟ شفته. السلام عليكم. فتاج في قبل في قبلاغه يعني معناته بالشركسي. تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله، كيف حالكم؟ ست في كودا بلاواش خام في غبسو ويساويج خام في غبسو. شكرا 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 جزيلا. تفضلوا تفضلوا. عبد ونا ستيت كوادو داتش كوادو شواغكت مرسد حرف قول ست دمتر محرف بدر كن أرايا كوادو عجل جاش موزدغة. أنا ترى ضايع ضايع يعني رسمي. أنا مش قادر ألقط كلمة واحدة. أحاول أحاول. أنتوا أبطال، كيف تحكوا هاي اللغة الصعبة ما شاء الله الجميلة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة يا ربي سهلة. زين شوي شوي أنا بدي أتعلم أستاذة. خلنا نجرب. يلا هذه شو؟ نا نا. هذا با با. احنا تخيل بيقول الجا. جا صح؟ جا صح؟ والله العظيم انا بس قلت انت كويوه. انا بس قلت والله اللف براسي. طيب الاذن حكومه 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 حكومه. الاذن حكومه والله. الشعر شحات شحات شحات. الخد صعبه هاي. ناب 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 هاي نابته. والحواجب نابزة نابزة. زين الإيد قولوا قولوا. برافو. المدرسة هي عبارة عن قصة نجاح بدأها هي فكرة بدأتها يعني عدد من السيدات في المجتمع وبدأوها للحفاظ على العادات والتقاليد واللغة الشركسية، وكانت هي عبارة عن حضانة صغيرة في عبدون وبدأت سنة 1974. صاروا كل ما هذول الطلاب بيكبروا شوي بيفتحوا لهم صف اللي بعده، كل ما بيكبروا شوي بيفتحوا لهم صف. كانت صف واحد فقط. نعم. هل الحضانة اللي كانت أو البيت اللي كان موجود فيه الأطفال بطل يوسع، فحاولوا إنه يلاقوا أي خيارات أخرى، وما كان في موجود رأس المال، فبدهم يحاولوا يلاقوا رأس المال. طبعاً هن توجهوا للأيادي البيضاء وتوجهوا لجلالة الملك حسين رحمة الله عليه. الله يرحمه. وهو منحنا هذه الأرض وإحنا فخورين جداً بهذا الحكي. تم تسمية المدرسة باسم الأمير حمزة بن الحسين لأنه كان هو مولود جديد أول ما بدينا افتتحنا المدرسة، فدشنا المدرسة على اسمه وكان هو موجود في الحفل وهو بيبي مع الناني تاعته ما شاء الله. وهو ماخذ على عاتقه أنه يخرج سنوياً خريجين المدرسة من التوجيهي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعاً إحنا هذا الصرح فيه شراكسة وفيه من الأردن يعني وبرضه كمان من بلادنا من وفي كمان برضه من الجنسيات التركية والسورية، فإحنا كتير مبسوطين بالنسيج اللي موجود عنا في المدرسة وبالاختلاف اللي موجود عنا في المدرسة والثقافة اللي عمالنا نحاول ننشرها حول العالم. يعني اللغة كثير سمعية. يعني بالسمع تسمع الحرف وتقول. طيب الحين لو قلنا الحروف يعني لو قلنا A B C أو ألف باء كيف تقولوها في اللغة الشركسية؟ يعني كيف نقول مثلاً أول حرف آ ب ب ف ف غ غ د د ي ي ج ج ج قو 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 ق ق خو. والله يا هني شباب هسه أصعب حرف ص. أنتوا تقولوا؟ طيب خلنا نقول. قولي أستاذة ص خ ص. في عنا س وفي عنا س ز س ف س ف. هلا اللي يكون لسانك جوا وبيطلع من الطرفين التوم س ها كنفس القطة لما تكون معزبة. أيوة
اللغة الشركسية هي لغة قديمة جدا، يعني بنحكي عن 6000 سنة تقريبا وأكثر. هي لغة مقطعية فيها حروف حلقية كثير، زي حرف الش، حرف الش، حرف الق، ج، وهي يعني قلت انك قاتل واحد وانت يعني شديد اللغة. احنا نذبح نذبح واحد بس يعني والله ترى بهالطريقة. اذا بتعيش بين التركس بين التركس القدامى اللي كانوا يتقنوا اللغة التركسية سهل مصاب، اما في الوقت الحاضر بصعب عليك لانه حروفنا الجدية اللي عندنا لاتينية. فبدك نكتب اللاتينية. فبدك تفهم لاتيني وتحول لشركسي. بصعب عليك. ومن مميزات اللغة الشركسية انك تحكي مرات الجملة في كلمة واحدة. الله. يعني بدك تحكي تصويرية يعني. تصور الكلام، تصور الصوت، تصور الهيئة الشيء بتحكي عنه بطريقة يعني الكوب. الكوب. اللغة الشركسية أقبجة. أقبجة. عشان تعرف اللغة الشركسية اليد. جو القلب. فأج هو راحة اليد، وبج هو في قديم الزمان قرن الحيوان اللي كانوا يشربوا فيه. يا الله. فهو قرن الحيوان الذي يشرب به، هذا هو الكأس الآن. أجبج. أجبج. فهي عبارة عن حرف حرف يعطي كلمة. عندنا كلمة واحدة من هون لهون بدو يجي. كلمة واحدة. كلمة واحدة. سقي بغبسك جفخانو مغوتاق ميطا. شو تعني؟ يعني جملة بطلع هذا الواحد كبير راكب على حسان وبحكي له للي جنبه يعني ما قدرت طيب تساعدني انه انزل من الحسان. هاي كلها في كلمة واحدة؟ بالنسبة للمدرسين هل هم يأتون من البلد الأم أم هم ناس يعيشون هنا؟ مدرسين اللغة الشركسية هن جايين من البلد الأم، نعم. متزوجين من أبنائنا اللي رايحين يدرسوا هناك وراجعين لهون هن وعائلاتهم وبيدرسوا عنا في المدرسة. جميل. طبعاً برضو كمان أنا بفتخر جداً إنه بين الموظفين اللي موجود عنا وموجودين عنا وبين معلماتنا في خريجين من عنا من المدرسة عمالهم بيرجعوا هن بيدرسوا الأفواج اللي أصغر. جميل جداً. أنا الحين سمعت إن أنتم عندكم حفل أو قاعدين تتدربوا على حفل. نعم. وفي أطفال ينتظروننا عشان نشوفهم هم يرقصوا. نروح نشوفهم نقدر. يلا. يلا. شو رأيكم؟ منيح؟ صح؟ زين. محاضرين شيء جميل. الملائكة الحلوين اللي هني. مبادرة جميلة المدرسة بشكل عام، كل حفل تخرج، كل فعالية دائما يفكرون بثيمة جميلة، كحال كل المدارس دائما يكون في ثيمة يتفقون عليها. الجميل في هذا الأمر أنهم لما جو فكروا يعطون ثيمة، قالوا خلينا نفكر في القارات، نتكلم عن الفصول، كل فصل يمثل دولة معينة، وهذا طبعا شيء عشق بالنسبة لنا في دروب. فلما جو عند قارة أفريقيا وقارة آسيا بعد ما خلصوا عن القارات الأخرى، قالوا شو اللي ممكن يجمع ما بين هالقارات لأن فيها دول عربية. توقعوا شو اللي فكروا فيه؟ اسمعوا اللي راح يغنون الآن وشوفوا جمالية الشيء اللي راح تسمعونه. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. أنا شركسي أردني وهسا أقولها أولادي راح يقولوها وبعد 100 عام كمان راح نظلنا. شو بدنا أحسن من الأردن؟ أحسن من الأردن ما في، أحلى من الأردن ما في، أحسن من أهل الأردن ما في. اللي عشنا إحنا وياهم من 1880 لغاية الآن في مودة واحترام، نتمنى أن نعيش طول عمرنا فيها. يهدي روحي وعيالي، يهدي روحي وعيالي،
وديان وتلال وجبالي هاشمي. أهل الشركس يحبون وطنهم الأردن، وهؤلاء الجنود يفدون بأرواحهم من أجل سيدنا الملك عبد الله، الله يحفظه ويحمي شعب الأردن جميع. زمن الأتراك كان في زعيم شركسي مشهور حارب بالبلقان وحارب بتركيا. الأتراك بعثوا للأردن لهنا، كلفوه بإنشاء مجموعة من الفرسان المتطوعين، فطلبوا من ميرزا باشا أن يقوم بعمل هاي السرايا المتطوعة وعملها. رحلوا الإنجليز، ظلوا هذول موجودين بإمرة ميرزا باشا. لما الأمير عبد الله أجا لمعان توجهوا شيوخ عشائر من الأردن، منهم شيوخ عشائر شركس، نعم، وراحوا على لمعان وقابلوا الأمير وقالوا له بدنا إياك تيجي لعمان، عمان فاضية ما في إدارة، بدنا إدارة جديدة. الأمير حبهم واقتنع بأفكارهم وأجا لعمان، وأجوا معهم كان اثنين من زعماء عمان مشهورين، واحد اسمه سعيد باشا خير والثاني سعيد باشا المفتي. والأمير سكن في بيته لسعيد باشا المفتي فترة. بدت بعض المشاكل تحصل أثناء وجود الأمير عبد الله في عمان، فطلب من ميرزا باشا أن يخصص مجموعة من سرايا المتطوعين الفرسان ليكونوا حرس خاص للأمير. ففعلا انتقى مجموعة منهم وتم تعيينهم حرس خاص للأمير. ده بتشوفوهم بالتلفزيون اللي بلبسوا اللباس الشركسي هذول، نعم، وقفوا في الديوان الملكي، هذول حرس باب مكتب جلالة الملك، هاي وظيفتهم. فظلوا من هذاك الوقت 1922 لغاية الآن هم موجودين وفي محلهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيمن بك الصحة. طيبين إن شاء الله. الله يحفظك. أنتم عندكم طريقة معينة الواحد يسلم فيها هيك ولا هيك؟ إحنا عندنا التحية العسكرية للعسكريين جلالة سيدنا والأمراء بهذه الطريقة. هيك الطريقة. جميل. هلا إحنا واجبات الحرس الشرف الشركسي الملكي، واجبات جلالة سيدنا في الديوان الملكي، واجبات جلالة سيدنا في قصر بسمان، واجبات جلالة سيدنا في قصر رغدان، واجبات جلالة سيدنا قصر المؤتمرات البحر الميت، واجبات جلالة سيدنا قصر العقبة. هلا المشاركة في بعض الزيارات الخارجية بعض الدول، جميل، يعني مش كاملة، يعني بعض الدول نشارك فيها. وعندنا واجبات نائب الملك حين سفر جلالة سيدنا، وعندنا واجبات ولي العهد الأمير حسين كمان متواجدين معهم. الله يحفظهم جميعا ان شاء الله ويحفظكم، يعطيكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. الله يسلمك. وبكل امانه يعني انا فخور جدا اني اكون معكم في، انا عارف ان المكان جدا حساس وصعب الواحد يدخله. شاكرين لكم، شكرا جزيلا. الله بارك الله فيكم. شكرا. 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 الله يعطيك بعد تحيه. شكرا جزيلا. الملك عبد الله الاول في الزمانات سئل سؤال، لماذا هناك شراكسه في القصر وهم ليسوا من المنطقة ويقومون بعملية الحراسة؟ فقال الأردني هو من يحب أرضه ووطنه وشعبه وأهله بغض النظر عن أصله. الله. فعندما أنشئت إمارة شرق الأردن ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية كان الشراكسة موجودين، وكان هناك الأخوة العرب من شتى أصول ومن يبتم، هناك من سوريا الكثير،
من الشراكة الإخوان الشوام اللي إجوا على عمان اللي كانت في سابق قرية شركسية، فأجوا سكنوا معنا وعاشوا معنا، ثم بعد إنشاء الإمارة أصبحت خليط من كل الأصول والمنابع هاي اللي بنحكي عنها. الحمد لله في الأردن حظينا بنعمة من الله إنه قدرنا نحافظ عليه بدون أي تغيير، بدون أي منغصات سياسية، أو لأنه علاقتنا مع العرب حلوة، علاقتنا مع الأهل هاشمية حلوة، علاقتنا مع إنشاء الدولة والدولة حلوة، فهذا الحكي خلانا كثير نحافظ على أصلنا بكل أريحية. أن تكون الشركسيين في الأردن هو فخر لكل الأردنيين من شتى أصول، يعني الشاب العربي، القبائل العربية اللي كانت عايشون، والعشائر، أهل البلد بيحبونا ونحن بنحبهم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اذن بك، كيف الصحه؟ يا اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. ما شاء الله يعني عرض القتال الشركسي احسه شويه مختلف. نعم، بل يمكن كثير بعد من جوانبه، تخبرنا. نعم. عنه شويه. احنا زي ما قلت عرض القتال الشركسي، فاحنا بدانا بالعرض الاستعراضي. ايوه. والان احنا بنطبق العرض القتالي. فعنا اذا بورجيك الحركه، السيف الشركسي ما فيه صد، يعني ما فيه مبارزه، ما ببارز السيف الشركسي. السيف الشركسي هذا الله. السيف الشركسي السشوة اللي هو لما بطلع على طول بضرب، ما في عندنا صد. الصد بطريقه واحده، ورجي الصد جانتي، صد بدي هاي، شايف بصد هون، اذا احتاج للخطر بصد هيك بظهر السيف. ايوه. مبدا السيف الشركسي، الحركه الاولى اللي هي بدي اشوف الايد وستوب عندها، بوز. مبدا السيف الشركسي المشي بطريقه مثلثات، هو لما بتحرك بطريقه مثلث. الهدف تبعه اضرب هوب، بس شفت وين ضربه؟ بضربه عشان هدفه انه يوقع على طول، يعني يقطع اليد كله مثلاً. قطع. الله، فالسيف كله قطع، كله بيعتمد على خفه المحارب وسرعته. يا الله. وعلى خفه السيف. يا الله. فكل الحركات هي عباره عن ضرب وقطع، ما فيها مبارزه صد. هذاك السيف القديم اللي كان هيك، بعد اكتشاف البارود بطلت المبارزه هي الاساس، انك تبارز وجها لوجه، صار من بعيد انت قبل ما توصل بكون طخك. صح. فصارت الحركه، اخترعوا السيف الجديد، طوروا السشكوى. ايوه. اللي اساس يعتمد على انه عبين ما يطول الباروده يحط فيها الملح البارود اللي هو موجود هون، بكون المحارب بخفته رشاقته بكون انقض عليه وضربه. يا الله. بالعلم اللي بيطول المسدس بيحتاج لسبع ثواني عبين ما يطول المسدس ويعبي الحديث. أيوة. ويطخ بالسبع ثواني بكون وصله وقطعه. لاحظ ان لو لما يكون في الغمد على سبيل المثال، الغمد انتم عندكم هذه الحركه صح، اللي هي الكسره. أيوة. هذه عشان تقدر تطلعوا على طول. صحيح. على طول ما تجي تطلعوا شوي شوي. صحيح. هلا هو ما في قبضه، يعني السيف الشركسي هون ما في هاي، وهذه بعد ما في بالمره. هلا هيك طول بكون. ايوه، تكون بهالطريقه. ايوه هيك بهالطريقه، عشان انت لما بتطلعه تطلعوا على طول. لاحظ وين النصل. أيوة. نصل فوق، فانت لما بتضرب خلاص. ما بتحتاج، لو انه كان هيك كان بدك تطلع وترد تعدل وبعدين تضرب. ما عندكم وقت انتم، ما في رحمه. ايوه عليك عليك، لا تتردد، اقتل فورا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم، على سيوفنا مطبوعة هاي الآية. ما شاء الله. فهذا هو السيف الحقيقي، طبعا خفيف وماضي. أقدر أمسكه؟ تفضل. خفيف فعلا، يعني مش ثقيل. نعم، ولسه أخف من هيك بيجي. بعد فيها أخف. هذا إيده كثير ثقيلة، هلا اللي عم نفصلهم جداد راح يكون برضه أخف من هذا وزن. الحركة
الحرس الشركسي هو عبارة عن أمانة، إحنا حملناه من الناس اللي إجوا قبلنا وسبقونا الله. وبإذن الله رح نطوره ونحسنه ونسلمه للناس اللي بتيجي بعده. آمين يا رب. كانت هاي الأمانة حملناها وبدنا نسلمها، وتوصينا من آبائنا وأجدادنا بإنه إحنا شأننا شأن كل شراكس بالأردن الحفاظ على هذا الوطن وحماية وخدمة الهاشميين. الله يحفظكم يا رب. هدفنا يكون عنا الولاء والانتماء والوفاء دائما موجود لتستمر المسيرة في هذا البلد طيب وأهله الطيبين وملكه المفدى. كفو. فكل إشي بنعمله بنعمله لنفسنا أولا، وبنعمله لسيدنا، وبنعمله عشان نسلمه زي ما سلمنا من اللي سبقونا، نطوره ونحسنه ونسلمه للأجيال اللي بتيجي بعدنا. هذا هدفنا كلياتنا لا شيء تاني. وأنا مؤمن أنكم أنتم قدها وقدود إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الأردن كبير، ولكنه ليس كبير فقط بمساحته، هو كبير بقلب ملكه الله يحفظه الملك عبد الله، وهو كبير بقلوب كل من يسكن على أرضه الطيبة. من القلب أقول شكرا لكل من عزمنا من القبائل والعشائر والعوائل الشركسية التي كانت تسعى في كل مرة نصل إلى أي قرية شركسية إلا كانوا يعزموننا، وكثير منهم كنا نعتذر لأن ما كان عندنا وقت، لكن من القلب أقول أنت عظيم يا أردن. شعب غير عربي سكننا في المنطقة قبل 150 عام. أن تكون أردنيا لا يعني أن تكون فقط عربيا، هناك الشيشان، هناك الأرمن، هناك بعض الأردنيين أصل بخارة، من بخارة مثلا، هناك أردنيون من شتى الأصول والمنابل زي ما بقولوا عنه. يعني هل تظن أن يوم من الأيام سيكون هناك وطن يجمع كل الشركس في على أرض واحدة؟ أعتقد أنه إن شاء الله سيصير هذا الحكي إن شاء الله. ممكن يصير، لكن أتمنى أن لا يحصل بخسارة فادحة. الله. أتمنى، لأن الثمن سيكون باهظا. الآن إحنا 90% خارج الوطن الأم، مقسمين في 3 جمهوريات، معنا أقوام أخرى وشعوب أخرى. أنت تتكلم عن منطقة القفقاز اللي هي طبعاً هناك في روسيا الآن. في مناطق الشابسوغ، مناطق كراسندار وستافروبول، مناطق شركسية لا يوجد فيها شراكس الآن. يعني سياسياً الوضع صعب. لكن ونتمنى أن نكون لعبة في أيدي الأمم أو القوة الكبرى، سواء روسيا أو الغرب أو أمريكا أو جورجيا أو أي مكان. نتمنى أن نكون كرت. نعم، يلعب بطريقه سلبيه. بس احنا يعز علينا انكم انتم تروحوا، انا اشوفكم منا وفينا سيدي الحمد لله. والله اتكلم جد، الله يخليك. الله يخليك. اتكلم جد يعني من قلبي، انا اشعر، وما اريد اتكلم بلسان الشعوب العربيه، لان انت بدات وقلت نحن لسنا عرب، وهذا يعني فعلا ستيتمنت يعني واضح الان، لان قد يكون من الناس يشوفونك هم يرونك فقط انك انت الان اردني، ويظنون بان كل من في الاردن هم فقط عرب، ولكن لا، نحن نعلم بان جماليه الاردن بسم الله ما شاء الله ان فيها جميع هذه الاعراق، فلذلك انا احس ان انا احسكم منا وفينا. الله يخليك سيدي، الحمد لله رب العالمين. هذا شيء يعني صح، صرنا زي الاخوه والاصحاب، وهذا شيء مقدس عندنا اكيد. الحصان والاخ بالشركسي نفس الكلمه، ش نقدس الله. الاخ ونقدس الحصان نفس الكلمه، نفس الكلمه ش ش ش. الله 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 يقوي الشه اللي بيننا، يعني الله يقوي الأخوة اللي بيننا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. في داخلي صوت ينادي للدنا، لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف
ألواننا أدياننا أوطاننا والألسنا، لكننا أبناء آب واحد والأم أيضا واحدة، مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة. بالرغم من كل أوجه الاختلافات العرقية القومية الدينية، اختلافات القبائل واللهجات العادات والتقاليد، إلا أني أشعر بالفخر بكل أمانة. جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة بكل هذه المكونات الجميلة رغم اختلافاتهم، إلا أن جميعهم يؤمنون بأن الأردن يبقى أولا دائما وأبدا قولا وفعلا. هنا تذكر مقولة شهيرة لجلالة الملك عبد الله حفظه الله عندما قال: الانتماء ليس بقدر ما تأخذ وإنما بقدر ما تعطي. اللهم احفظ الملك واحفظ الأردن الحبيب بكل مكوناته، ولن نلقاكم إن شاء الله في بدر منهم قادم. مع السلامة. قبل حتى أن نجيء إلى هنا بدت الحكاية وتلاقت الأرواح فينا فطرة نحيا لغاية لنكمل كان يا ما كان نمضي دروبا حبنا عنوان وجهتنا من قلب إنسان I'm not afraid.